آية من القرآن الكريم للصلح والتسخير ما بين الأشخاص المتخاصمين، سواء كان الخصام موجود ما بين الزوج والزوجة، أو موجود ما بين شركاء، أو موجود ما بين أصدقاء، أو موجود مثلا ما بين فرع من فروع العيلة أو الأسرة، حصل ما بينهم فراق وخصام، أو تدخل حصل ما بينهم إصابة بحسد أو الإصابة بعين فتسببت بالفراق. معانا النهاردة آية بتعالج هذا الموضوع. مش بس كده، الأخوات، في بعض أخواتنا المتابعين في قناة أسر العارفين بيكتبوا دايما إن عندهم أزواج عصاة بيداوموا مثلا على شرب الخمور أو شرب المخدرات، في حالة بعد تام عن المنزل وبعد تام عن الطاعات، وفي مشاكل ودايما الأمور خلاص على وشك الطلاق. العلاج اللي هنتكلم عنه النهاردة أو الآية اللي هنتكلم عنها النهاردة هي علاج قطعي وسريع، ونتائجه من أول يوم بأمر الله تعالى. يعني أنت هترى النتائج أو هتشوف النتائج بتاعته من أول يوم في الصلح ما بين المتخاصمين، هدات الأشخاص العصاة اللي بيفعلوا الكبائر أو بيداومهم على فعل الكبائر، الأشخاص اللي عندهم رفقاء سوء، الناس اللي عندها أبنائها أو الأزواج، زوجة مثلا عنده أصدقاء سوء بيعرفوا فتيات أو بيخرجوا معاهم أو الكلام ده كله من فعل المعاصي أو الفواحش، تلزم هذه الآية بالطريقة اللي أنا هشرحها من المجربات القاطعة اللي بتمنع الزوج أو بتمنع الزوجة أو بتمنع الأبناء أو البنات عن صحبة السوء أو فعل المعاصي والفواحش. مش بس كده، كمان ليها أثر عجيب جدا في رواج التجارة، الناس اللي عندهم دايما تعثر في أمور البيع والشراء ومصابين دايما في الحسد في أمور البيع والشراء والتجارة أو الرزق، تواظب على قراءة هذه الآية بالطريقة اللي أنا هشرحها. هنشرحها ليها طريقتين. الطريقة الأولى إن أنا بقرأ هذه الآية بعد كل صلاة 7 مرات أو 11 مرة، أنا أنصح بعدد 11 مرة، وبمسح على الوجه. ليها أثر عجيب وقوي جدا 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 في إزالة أثار التسليط. لو شخص عنده سحر تسليط أو عنده إصابة بحسد أو عين مسببة له تعصر في حياته، قراءة هذه الآية بعد كل صلاة 11 مرة وأمسح على الوجه ليها أثر عجيب جدا في إبطال أثر العين والسحر التسليط. الآية بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم. الآية بقرأها بعد كل صلاة 7 مرات أو 11 مرة وأمسح على وجهي، ليها أثر عظيم جدا في إبطال سحر التسليط وإبطال أثر العين والنحس. لو أنا حابب أن أنا أعملها للصلح ما بين المتخاصمين، بقرأها 70 مرة على مياه وأخلي أفراد المنزل يشربوا من هذه المياه أو الأشخاص المتخاصمين يشربوا من هذه المياه. الناس اللي عنده عدم توفق في تكوين الصداقات والعلاقات الاجتماعية ودايما بيخسر أصدقائه، أو الناس اللي دايما عندهم يعني فشل في العلاقات الاجتماعية أو ضعف في القبول، بنقرأ هذه الآية قبل النوم يوميا، أقرأها 21 مرة، وإن أنا كمان ممكن أرفع طاقة العلاج وأجيب ورقة بيضاء بدون سطور وأكتب، أو الأول قبل الكتابة أقرأ عليها مفتاح نجاح الأعمال وهو بسم الله الرحمن الرحيم 19 مرة، عدد حروف بسم الله الرحمن الرحيم، وبقرأ عليها الصلاة على سيدنا النبي 19 مرة، وبعدين ببدأ أكتب على الآية بقلم حبر الزعفران أو بقلم حبر أحمر عادي، ولكن أنا أنصح بحبر الزعفران. بكتب فوق هنا الصلاة على سيدنا النبي مرة واحدة بسم الله الرحمن الرحيم مرة واحدة، وبكتب الآية 7 مرات، وبعدين بكتب كافها يا عين صاد أكتبها 195 مرة أو أكتبها 11 مرة، وأنا أفضل أنها تكتب 195 مرة لو أنت قدرت أن أنت تكتبها. وبعد كده بختم بالصلاة على سيدنا النبي وببدأ أقرأ الآية على الورقة 70 مرة وكافها يا عين صاد 195 مرة، وبطوي هذه الورقة وبحملها معايا. من الحاجات السريعة جدا جدا للصلح ما بين المتخاصمين وبالأخص الأزواج أو الإخوة أو شركاء العمل أو الأصدقاء، من الحاجات الجميلة جدا جدا لما أنا بحملها معايا أن بيكون لي قبول وتسخير على الأشخاص فيما يرضي الله. يعني ما ينفعش حد يعمله مثلا عشان أنه هو يكون لي تسخير على شخص آخر لغرض يغضب الله عز وجل، يعني هينقلب العمل عليك وهيكون عليك غضب قوي جدا من الله عز وجل. فدي من الأسرار الجميلة جدا لهذه الآية. هذه الآية أخواني الكرام مع كافها يا عين وصاد المواظبة عليها تبطل من على الإنسان أسحار التسليط وأسحار الجنون. قراءة هذه الآيات ممكن نعملها في حلقة منفصلة، علاج فعال قوي جدا جدا لسحر تعطيل الزواج، ولكن هذه الطريقة لا، أي حد عنده تعطيل مجرد أنه يواظب عليها هيرى أثر
قوي جدا في التغيير نسبة يعني تتخطى بهذا الورد البسيط أن أقرأها 7 مرات أو 11 مرة بعد كل صلاة لها أثر يتخطى 70-80% من علاج أمور التعطيل في الحياة. نفذوها وراقبوا النتائج بتاعتها العجيبة من أول يوم في الصلح ما بين المتخاصمين. والناس أصحاب تجارب الشفاء اكتبوها وشجعوا غيركم. السلام عليكم ورحمة.